السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده لمحبين الفريزرات الافقي بنقدم لكم فريزر الالاسكا ده اللي حضراتكم شايفينه الصوره. فريزر افقي المقاس بتاعه 140 لتر. ادي اهو حضراتكم شايفينه اهو من جوه. في ناس بتحب الافقي جدا بتدور عليه اهو. عميق برده وحلو يخزن حاجات كتير جدا معانا. نزل عليه عرض الفريزر ده عندنا في السليمانيه النهارده بسعر 3100 جنيه فقط بدلا من 3300. عرض شغال لفتره محدوده ضمان 5 سنوات من الاسكا. حاجه ده فروست موفر للكهرباء جدا جدا ما بيستهلكش اي طاقه وحاجه بسيطه جدا للكهرباء. ستانلس من الداخل ضمان 5 سنوات. ضمان 5 سنوات عليه شامل ستانلس من الداخل اهو زي ما حضراتكم شايفين. في لمبه هنا. في لمبه بتعمل لنا اضاءه وشغال طبعا عشان نشوف الحاجه جوه. يبقى في قفل برضه. في قفل بمفتاح برضه معانا. في لمبه انذار ان هو شغال او انذار الارم لو في تبريد. في لمبه خضراء شغال لمبه الارم لو في مشكله او حاجه ان شاء الله. دي حاجه ممتازه جدا جدا ما بيحصلش فيها اي مشاكل. نزل عليها عرض بالسلمانيه ب 3100 جنيه فقط بدل من 3300. واستنونا في كل عروض جديده كده وكل ما هو جديد وكل ما هو ممتاز. كل الحاجات الرائعه اللي تجدوها عندنا ان شاء الله في السليمانيه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.